السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نديرو الصفحة 157. إذا لوبجيكتيف ديال هاد الحصة هذه هي لوبجيكتيف دو لا كومونيكاسيون، راكونتي ان سوفونير دو فواياج. إذا هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد الباج هذه. الآن غادي نشوفو ليماج هنايا. إذن أول سؤال كيطرحو عليك الأستاذ هو أوبسيرف بيان ليماج، أوبسيرف بيان ليماج، إذن انظر جيدا للصورة. إذن هذه هي الصورة، أوبسيرف بيان ليماج. إذن السؤال الأول اللي كيطرح عليك كي سون لي بيرسوناج، كي سون لي بيرسوناج، إذن من هم الشخصيات هنا؟ إذن كي سون لي بيرسوناج، إذن عندنا لي بيرسوناج، عندنا دو في، دو في يعني جوج بنات، أو غارسون، دو في et un garçon. Ce sont deux filles et un garçon. Très bien. Que font-ils? Sual tani huwa que font-ils? Idan ch kidiru had l'atfal hadou, ch kidiru, que font-ils? Idan ch kidiru fna darkom? Ils discutent. Discutent, yani kitnaqchou fchi mawdou' ma. Idan lahtou annahom dri haz yedih, idan lbnat kichoufou fi, donc kitnaqchou fchi mawdou'. Ils discutent. Idan sual talt que vois-tu dans la bulle? Que vois-tu dans la bulle? اش كتشوف هاد الفقاعه هادي اللي عندنا الفوق هنا كتسمى لا بول. Que vois-tu? اذا اش كنشوفوا فيها؟ اذا هادو كيكونوا تيتسموا الاهرام. الاهرام. اذا je vois les pyramides. كيتسموا بالفرنسيه لي بيراميد. Je vois les pyramides. Très bien. اذا السؤال الاخير هو à ton avis. يعني في رايك de quoi parle-t-il? إذن في الرأي ديالك علاش ممكن يكونوا كيتكلموا هاد الأطفال؟ إذن ربما نقولوا peut-être il parle d'un voyage، يعني ممكن أنهم كيتكلموا على شي سفر. إذن هادو هما الأجوبة. إذن بطبيعة الحال هادو avant l'écoute، يعني قبل ما نتصنتوا للديالوج، هادو هما الأسئلة اللي كيطرحوا في avant l'écoute. Idan, ce sont des deux filles et un garçon. Deuxièmement, elles discutent. Troisièmement, je vois les pyramides. Au quatrièmement, ils parlent d'un voyage. Très bien. Là, on va entendre le dialogue. On va entendre le dialogue. On va dire les questions après l'écoute. Idan, on va entendre le dialogue. Halim parle de son voyage à ses amis Karima et Selim. Halim. Oh, quel beau voyage j'ai fait avec papa. Karima. Vous êtes partis où? Halim. Nous sommes partis en Égypte. Selim. Vous êtes voyagé par car? Halim. Non, nous avons voyagé par avion. Salim. Vous étiez où en Égypte? Halim. Nous étions au Caire. Karima. Qu'as-tu visité? Halim. J'ai visité les pyramides. Nous avons vu le Nil. Salim, c'est un grand fleuve. نعاود القراءة الآن ولكن مع الشرح. Halim parle, إذن Halim يتكلم de son voyage, عن سفره à ses amis, لأصدقائه. يعني كيتكلم على السفر ديالو الأصدقاء ديالو. شكون هما الأصدقاء؟ كريمة وسليم. كريمة وسليم. إذن Halim هنا كيتكلم. Oh, quel beau voyage! Ya lahu min safarin ra'i'. J'ai fait avec papa. Alladhi qumtu bihi ma'a abi. Ya lahu min safarin ra'i'. Alladhi qumtu bihi ma'a abi. Karima. Vous êtes parti où? J'ai dit Karima. Ila ayna dhahab? Tum, vous êtes parti où? Halim. Nous sommes partis en Égypte. إذن حليم قال لها ذهبنا، نحن ذهبنا
en Égypte. إذا إيجيبت هي مصر، دولة مصر. حنا لو ماروك هادو ليجيبت هي مصر. اش قال لي سليم؟ فوزيت فواياجي بار كار؟ قال لي ها سافرتم في الكار، يعني في الكار. حليم نون، nous avons voyagé par avion. قال لي لا، نحن سافرنا بالطائرة. سليم، فيزيتي او اون ايجيبت؟ اذا قالت لي سليم، فيزيتي او اون ايجيبت، اين كنتم في مصر، ولا اين زرتم، ما الذي زرتم في مصر؟ حليم، nous étions au Caire. قال لي كنا في عاصمة، في القاهرة. كاغ هي العاصمة ديال مصر اللي كتسمى القاهرة كاغ. كريمة، كاتو فيزيتي؟ قلت لي وماذا زرتم في هذه القاهرة، ماذا زرتم؟ كاتو فيزيتي؟ حليم، جي فيزيتي لي بيراميد و نوز افون في لو نيل. قال ليها انا زرت الاهرام، لي بيراميد هما الاهرام، و نوز افون في لو نيل، ورأينا النيل. سليم، سيت ان غروند فلوف، سيت ان غروند فلوف، إذن إنه نهر كبير. إذن هذا فيما يخص قراءة مع الشرح. الآن نحاول نقرأ كلمة بكلمة باش اللي عنده مشكل في القراءة. حليم، parle de son voyage à ses amis Karima et Salim. حليم، oh quel beau voyage j'ai fait avec papa. Karima, vous êtes parti où? Halim, nous sommes partis en Égypte. Salim, vous êtes voyagé par car? Halim, non, nous avons voyagé par avion. Salim, vous étiez, lisons, où en Égypte? Où en Égypte? Lisons. Halim, nous étions au Caire. Karima, qu'as-tu visité? Halim, j'ai visité les pyramides et nous avons vu le Nil. Salim, c'est un grand fleuve. إذن هذا هو ديالوغ. الآن نحاول نجاوب على الأسئلة اللي هي كتعلق بأبخيليكوت، الأسئلة اللي كتعلق بأبخيليكوت. إذن السؤال الأول، السؤال الخامس عفوا، اللي كيقول دو كوا بارل لي زانفون، إذن عن ماذا تتحدث هاد الأطفال هادو. إذن هادو هاد الأسئلة اللي كنا طرحناهم في الأول، هادو قبل ما نعرفو الديالوغ كنعطيو غير نظرة مسبقة على الحوار، ولكن من بعد ما كنسمعو الديالوغ كنعرفو علاش كيتكلم الحوار، ومن هنا غادي نجاوبو على الأسئلة من الحوار. إذن دو كوا بارل لي زونفون؟ إذن غنقولو لي زونفون بارل دان فواياج، عن سفر. لي زونفون بارل دان فواياج، إذن دان فواياج، إذن هذا هو الجواب، دان فواياج. السؤال السادس يقول كي ا فواياجي اي او؟ اذا من سافر؟ كي ا فواياجي؟ من سافر؟ شكون اللي سافر؟ اذا فهاد التخوالي، فهاد لي زونفو هادو شكون اللي سافر فيهم؟ والى اين وفين؟ اذا حليم هو اللي سافر، حليم وسافر اون ايجيبت، اذا اون ايجيبت، اذا هذا هو الجواب، حليم اون ايجيبت. اذا السؤال السابع، كاتي فيزيتي؟ ماذا زار؟ شنو زار فاش مشى لمصر؟ شنو زار؟ كاتيل فيزيتي؟ اذا
نقولوا il visitait les pyramides, الأهرام, les pyramides. كنا كنعرفوا الأهرام في مصر, les pyramides. As-tu vu le fleuve Nil? قال لك واش شاف نهر النيل؟ واش هو شاف نهر النيل فعلا؟ وي oui. إذن وي oui. إذن هادو هما الأجوبة, ممكن أنكم ديروا بوز وتنقلوهم الفيديو. إذن هذا فيما يخص صفحة 157. شكرا على حسن تتبعكم, ما تنسوناش باللايك ديالكم والتعليقات ديالكم. إلى اللقاء في فرصة قادمة وفيديو جديد.